مصر تعلن اكتشاف حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأضاف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام في بيان صادر اليوم الخميس أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائداً من دولة صربيا مروراً بفرنسا ترانزيت لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض. الاحتياطي الفيدرالي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 50 نقطة أساس. الاحتياطي الفيدرالي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 50 نقطة أساس. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة في خطوة مفاجئة لمواجهة الأثر السلبي لفيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي. وقرر الفيدرالي الأمريكي الثلاثاء الماضي خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بين 1% إلى 1.25%. الوزراء الإماراتي يعتمد القطاعات الاقتصادية المتاحة لتملك الأجانب. أقر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه الأخير برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر تضم القائمة 120 نشاطا اقتصاديا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. بقيادة صندوق النقد العالم يتصدى لفيروس كورونا بإنفاق مليارات الدولارات. قادت المؤسسات الدولية الكبرى حملة إنفاق بمليارات الدولارات للتصدي لفيروس كورونا المميت الذي يؤرق العالم. وأعلنت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أن المؤسسة التي مقرها واشنطن سوف تصرف حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار دولار على الفور للدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. السعودية توقف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالسعودية بأنه تقرر إيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه. وتم اتخاذ ذلك القرار انطلاقا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد ومحاصرته والقضاء عليه. مصر تعتزم إجراء مسح لمنطقة الصحراء الغربية للبحث عن الذهب. قال وزير البترول والتعدين المصري إنه سيتم خلال الفترة القادمة إجراء عمليات مسح لمنطقة الصحراء الغربية بمساحة 500 ألف كيلومتر مربع من خلال الاستشعار عن بعد. وأوضح طارق الملا في بيان أن ذلك يأتي في إطار دعم المزايدات المستقبلية للبحث عن الذهب بالصحراء الغربية، وتليها عمليات مسح مستمر لكافة مناطق مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.